بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هندرس المجموعة الرابعة من الشقوق القاعدية اللي هي بنسميها مجموعة كبريتيد الهيدروجين، مجموعة كبريتيد الهيدروجين اللي هو H2S. طبعا هذه المجموعة بتضم أيونات أو أملاح الخرصين والكوبالت والمنجنيز والنيكل. خرصين، كوبالت، منجنيز، نيكل، هذه أملاح هذه العناصر بتترصد في صورة كبريتيدات. كبريتيدات بس يا شباب في وسط قاعدي، في وسط قاعدي. يبقى لما أجي أسألك لو تفتكر أنت في المجموعة الثانية قلنا برضو بتترصد في صورة كبريتيدات ولكن في وسط حامضي، وسط حامضي كان في وجود حمض HCl المخفف، لكن المرة دي تترصد في صورة كبريتيدات برضو ولكنها في وسط قاعدي. احنا عندنا هيدروكسيد امونيوم وكلوريد امونيوم وكمان الكاشف بتاعنا كبريتيد الهيدروجين او كبريتيد الامونيوم. هندرس من امثلة هذه المجموعة املاح الكوبالت سي او، التكافؤ بتاعه ثنائي. اول حاجة مع الكاشف بتاع المجموعة محلول الملح مع كلوريد الامونيوم، اهو هيدروكسيد الامونيوم ده كله وسط قاعدي يا شباب، في وجود كبريتيد الهيدروجين، في وجود كبريتيد الهيدروجين يتكون راسب اسود عبارة عن كبريتيد الكوبالت. كبريتيد الكوبالت اهو احنا واخدين الكاشف بتاع المجموعة بس اللي هو كبريتيد الهيدروجين في وجود هيدروكسيد الامونيوم، في وجود كبريتيد الامونيوم، فعلى طول بيتكون راسب اسود. هذا الراسب عبارة عن كبريتيد الكوبالت. هذا الراسب يا شباب لو جبت حمض HCl المخفف لا يذوب هذا الراسب فيه. طيب التجربة اللي بعد كده محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم بيتكون راسب ازرق. هذا الراسب الازرق يتحول بالغليان مع زيادة من هيدروكسيد الصوديوم الى اللون الوردي. ادي المثال اللي احنا واخدينه الاملاح الكوبالت في وجود هيدروكسيد الصوديوم فيتكون على طول راسب ازرق عبارة عن هيدروكسيد الكوبالت. هذا الراسب لو انا جيت زودت زيادة في وجود NaOH، زودت من محلول هيدروكسيد الصوديوم، هيتحول من الازرق الى اللون الوردي. التجربة اللي بعد كده محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الامونيوم. هذا الراسب يتكون في هذه الحالة راسب ازرق يذوب في زيادة من هيدروكسيد الامونيوم. عشان كده بخلي بالك ما تضيفش زيادة، لان انت لو ضفت زيادة ممكن يذوب معاك الراسب وتقول ان هو ما ظهرش، في حين ان هو ظهر بس ظهر ولكن بالزيادة من هيدروكسيد الامونيوم خلت الراسب داب. ادي المثال بتاع املاح الكوبالت في وجود هيدروكسيد الامونيوم فبيديني راسب ازرق عبارة عن هيدروكسيد الكوبالت. طيب كمان هندرس من املاح هذه المجموعة املاح النيكل Ni والتكافؤ بتاعه ثنائي. فلو خدنا محلول الملح مع الكاشف بتاع المجموعة كلوريد الامونيوم في وجود هيدروكسيد الامونيوم في وجود كبريتيد الهيدروجين، على طول هيتكون راسب ابيض من كبريتيد النيكل. اهو ادي المثال اللي احنا واخدينه الاملاح النيكل وليكن كبريتات النيكل في وجود ال H2S كبريتيد الهيدروجين الكاشف في وجود هيدروكسيد الامونيوم في وجود كلوريد الامونيوم، على طول بيتكون راسب اسود عبارة عن كبريتيد النيكل. هذا الراسب لا يذوب في حمض ال HCl المخفف. التجربة اللي بعد كده مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH بيتكون راسب اخضر باهت عبارة عن هيدروكسيد النيكل. هذا الراسب لا يذوب في زيادة من هيدروكسيد الصوديوم، اهو كبريتات النيكل في وجود هيدروكسيد الصوديوم، فعلى طول بيديني الراسب الاخضر الباهت عبارة عن هيدروكسيد النيكل. هذا الراسب لا يذوب في زيادة من ال NaOH. طيب لو خدنا التجربة اللي بعد كده محلول الملح مع محلول ثنائي الميثايل الجلايوكزيم هيظهر لون احمر وردي من محاليل النيكل. يعالج هذا المحلول بهيدروكسيد الامونيوم حتى يصبح قلوي، يصبح قلوي. بيتكون في هذه الحالة راسب احمر من المحاليل المركزة. المثال اللي بعد كده والتجربة اللي بعد كده محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الامونيوم فبيتكون راسب اخضر باهت. هذا الراسب الاخضر الباهت لو في زيادة من هيدروكسيد الامونيوم زي ما قلنا قبل كده برضو اخلي بالي ما زودش زيادة من هيدروكسيد الامونيوم عشان ما يظهرش معاك الراسب ويدوب وتقول ان هو ما ظهرش. ادي المثال كبريتات النيكل في وجود هيدروكسيد الامونيوم فبيديني راسب اخضر باهت عبارة عن هيدروكسيد النيكل. هذا الراسب لو جبت زيادة من هيدروكسيد الامونيوم اللي هو ده فعلى طول هيتحول ويدوب معاك هذا الراسب.
طيب كمان هندرس من أملاح هذه المجموعة أملاح المنجنيز MN والتكافؤ بتاعه ثنائي. فلو خدنا مع الكاشف بتاع المجموعة خدنا محلول الملح بتاعنا مع كلوريد الأمونيوم مع هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كبريتيد الهيدروجين، بيتكون راسب لونه بصلي من كبريتيد المنجنيز. هذا الراسب بيذوب في الأحماض المخففة. ادي المثال اللي احنا واخدينه الاملاح المنجنيز يا شباب، في وجود الكاشف بتاع المجموعه اللي هو كبريتيد الهيدروجين، في وجود هيدروكسيد الامونيوم، في وجود كلوريد الامونيوم، لازم الثلاثه يا شباب. فعلى طول بيديني لون بصلي من كبريتيد المنجنيز اللي هو ده يا شباب. طيب المثال اللي بعد كده والتجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع هيدروكسيد الصوديوم فبيديني راسب أبيض من هيدروكسيد المنجنيز. هذا الراسب لا يذوب في زيادة من العامل المرسب اللي هو الهيدروكسيد الصوديوم، ويتحول إلى اللون البني عند التعرض للجو. فأنا لو خدت المثال بتاعنا الأملاح المنجنيز في وجود هيدروكسيد الصوديوم، على طول بيتكون راسب أبيض. هذا الراسب الأبيض عبارة عن هيدروكسيد المنجنيز. هذا الراسب لا يذوب في زيادة من الـ NaOH. طيب مع فوسفات الصوديوم بيتكون راسب لونه بصلي في وجود النشادر من فوسفات المنجنيز. ادي المثال املاح المنجنيز مع فوسفات الصوديوم، طبعا في وجود النشادر فعلى طول بيتكون لون بصلي عبارة عن فوسفات المنجنيز. طيب هندرس كمان من املاح هذه المجموعه املاح الخرصين او الزنك ZN والتكافؤ بتاعه ثنائي مع الكاشف بتاع المجموعه محلول الملح مع كلوريد الامونيوم مع هيدروكسيد الامونيوم مع كبريتيد الهيدروجين. على طول بيتكون راسب ابيض من كبريتيد الخرصين. هذا الراسب يذوب في زياده من حمض HCl، يذوب في حمض HCl، يذوب في حمض HCl. يعني معنى كده ان انا لو خدت ادي المثال بتاعنا اللي احنا واخدينه الاملاح الخرصين كبريتات الخرصين في وجود الكاشف بتاع المجموعه كبريتيد الهيدروجين في وجود هيدروكسيد الامونيوم في وجود كلوريد الامونيوم، على طول بيديني راسب ابيض. هذا الراسب عباره عن كبريتيد الخرصين. طيب محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الصوديوم بيتكون راسب ابيض جيلاتيني. هذا الراسب الابيض الجيلاتيني عباره عن هيدروكسيد الزنك. لو انا جيت ضفت زياده من العامل المرسب اللي هو ال NOH، على طول هتتكون حاجه اسمها خرصينات الصوديوم. ادي المثال اللي احنا واخدينه كبريتات الخرصين او الزنك في وجود العامل المرسب بتاع ال NOH، فعلى طول بيديني راسب ابيض جيلاتيني. هذا الراسب عباره عن ده يا شباب اللي هو الراسب الابيض الجيلاتيني عباره عن هيدروكسيد الزنك. لو انا جيت خدته في زياده من ال NaOH، على طول هيتروح يتحول ويكوني حاجه اسمها خرصينات الصوديوم. طيب التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع حديد وسيانيد البوتاسيوم فبيتكون راسب أبيض من حديد وسيانيد الخرصين. هذا الراسب شحيح الذوبان في الأحماض المخففة. واخدين أهو كبريتات الخرصين، في وجود حديد وسيانيد البوتاسيوم على طول يتكون راسب أبيض. هذا الراسب عبارة عن حديد وسيانيد الخرصين.